بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. قال الإمام العالم العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: تشديدات الفاتحة 14: بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق اللام، رب العالمين فوق الباء، مالك يوم الدين فوق الدال، إياك نعبد فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء. وإياك لا بد فيها من التشديد، فلو أنه خففها فقال إياك نعبد، فيجب عليه إعادة قراءتها إن لم يكن متعمدا. فإذا قال إياك بطلت القراءة، ويجب عليه إعادة القراءة. فلو تعمد وقال إياك وهو عالم وقادر على أن يقرأها على إياك فقال إياك، بطلت صلاته أيضا. ولو أنه تعمد المعنى لكفر، لأن الإياك هو ضوء الشمس. أما لو شدد المخفف فقد أساء ولكنه يجزئه. إذا أتيت إلى مخفف وشددته فقد أسأت وأجزأك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد، صراط الذين فوق اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام، فوق الضاد واللام. هذه هي تشديدات الفاتحة الـ14. ثم شرع رحمه الله في المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة، فقال: يسن رفع اليدين في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. قال: يسن رفع اليدين في 4 مواضع. والحكمة في رفع اليدين في هذه 4 مواضع كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، بأنها كمال التعظيم لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان في صلاته عندما يكبر ويقول الله أكبر فقد عظم الله عز وجل بلسانه، كما أنه عظمه ومجده بقلبه، فيجمع إلى ذلك أيضا حركة الأركان. فقد اجتمع في التعظيم عمل اللسان وعمل بقية الأركان من اليدين، وكذلك تعظيم الله عز وجل في قلبه. وكذلك من الحكمة التي ذكرت في هذا الموضع بأن معنى الله أكبر رفع اليدين أي اطراح ما سوى الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا معنى ثالث لبعضهم على أن الحكمة في ذلك هو رفع الحجاب بينه وبين الله، فعندما يقول الله أكبر فكأنه يرفع الحجب بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويتخلى عن الأغيار سوى الملك القهار تبارك وتعالى، فهو الذي يتجه إليه بقلبه وقالبه. وذكر غير ذلك. إذن المواضع التي يسن رفع اليدين فيها 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، أي يبتدئ التكبير الله أكبر من ابتداء الرفع وينتهي بانتهائه، الله أكبر وينتهي بانتهائه، هكذا عند ابتداء الرفع يبتدئ التكبير، وعند انتهاء عندما يضع يده على صدره ينتهي التكبير بهذا الموضع. ويسن أو تحصل السنة بأي رفع كان، أي رفع تحصل به السنة، لكن الأكمل أن يرفع حتى يحاذي إبهامه منكبيه وتحاذي أطراف أصابعه شحمتي أذنيه. وقد قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: فصل لربك وانحر، أي ارفع يديك إلى نحرك عند تكبيرة الإحرام إذا كبرت لله في صلاتك. ويحصل قلنا سنة الرفع بأي رفع كان، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، كذلك عندما يريد أن يركع الإنسان يرفع يديه عندما يبتدئ الرفع، عندما يبتدئ الرفع يبتدئ التكبير حتى تحاذي
يداه إلى منكبيه فإنه يرسلهما ويركع. فالتكبير في يبتدئ مع الرفع لكنه لا ينتهي من الرفع، عندما تحادي يداه منكبيه ينتهي الرفع ويرسلهما، لكنه يواصل التكبير حتى يصل إلى محل ركوعه لئلا يخلو جزء من الصلاة عن الذكر. فهو من حيث الابتداء مع الرفع يبتدئ التكبير لكن لا ينتهي بانتهاء الوصول إلى مكانه الذي ركع فيه. إذن وعند الركوع كذلك، وعند الاعتدال كذلك، عندما يرفع رأسه من ركوعه ليعتدل يرفع يكبر أيضا، ويرفع أيضا يديه ويبتدئ الرفع حتى يستوي قائما، ثم يرسلهما إرسالا خفيفا تحت صدره. وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول للاتباع، عند القيام من التشهد الأول للاتباع كذلك إذا قام من تشهده، ولو كان صلى قاعدا فعند مكان قيامه من التشهد الأول يرفع يده أيضا ولو صلى قاعدا، لا يشترط أن يكون في القيام فقط، فقوله في القيام من باب الجري على الغالب. وأما ما ذكره الشرقاوي من رفع اليدين بعد جلسة الاستراحة فإن هذا ضعيف غير معتمد. والخلاصة أن من لم يرفع في محل رفع اليدين فقد فعل مكروها، ومن رفع في غير محل رفع اليدين فقد فعل مكروها أيضا. ثم شرع رحمة الله تبارك وتعالى عليه في شروط السجود، فقال شروط السجود سبعة، شروط السجود سبعة: أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه، وعدم الهوية لغيره، وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، وارتفاع أسافله على أعاليه والطمأنينة فيه. ثم ذكر أعضاء السجود السبعة فقال أعضاء السجود وسبعة: الجبهة والجبهة وبطون الكفين، والركبتان وبطون أصابع القدمين. قال رحمه الله شروط السجود سبعة، والسجود قد عرفناه من قبل بأنه في اللغة التطامن، واصطلاحا يسجد على سبع تلك السبعة الأعضاء التي سيأتي ذكرها. شروط السجود سبعة: أن يسجد على سبعة أعضاء، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة واليدين وعلى الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وألا أكف الثياب والشعر. فيكفي بأي جزء من أجزاء هذه، كل ما كان من كل عضو من الأعضاء السبعة بأي جزء منه يكفي، ولو موضع خفيف سجد به يكفي في السجود. أن يسجد على سبعة أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة، كذلك من شروط السجود أن تكون جبهة المصلي مكشوفة، فلا بد أن تكون مكشوفة. فلو كان في جبهته مثلا شعر، إلا إذا كان إلا لعذر مثلا، يجب أن تكون جبهته المصلي مكشوفة، إلا إذا كان هناك عذر كأن كان في جبهته وجد شعر خلقة فإنه يسجد عليه لا مانع، لأنه نشأ وخلق في هذه الجبهة. كذلك لو كانت فيه عصابة من جرح وشق نزلها مشقة شديدة فإنه أيضا يسجد عليها. ثم ننظر من حيث الإعادة وعدمها، إن كان وضعها على طهر أو وضعها لكن ليس على نجس، لم يضعها على نجس مثلا غير معفوعا، فإن وضعها على نجس غير معفوعا فإنه يعيد، لكن لو وضعها على نجس معفوعا فإنه لا يعيد. كذلك لا يعيد إن وضعها على طهر، هذه أن تكون جبهته مكشوفة. كذلك والتحامل برأسه، يعني أن يضع ثقل رأسه على مكان سجوده، وهذا خاص بعضو الجبهة فقط، ويقولون بحيث لو كان تحته قطن لانكبس. وعدم الهوي لغيره، كذلك عدم الهوي أو الهوي، لأنه النزول من أعلى إلى أسفل، عدم الهوي لغيره معنى ألا يقصد غيره، فلو أنه وقع ساجدا فزعا ثم قال أسجد هذا لا يكفي، لابد أن يقصده بعينه، عدم الهوي لغيره. وهناك مسألة لغوية يذكرونها، الفرق بين هوى وهوية، فإذا كان بمعنى هوى بمعنى سقط ففعله الماضي هوى، وإذا كان بمعنى أحب ومن المحبة ففعله الماضي هوية، ومضارعهما يختلف، فتقول هوى يهوي أو تهوي به الريح في مكان صحيح، أو هوي يهوى بمعنى أحب يحب، وهكذا
هو يهوى. ولهذا قال مررت على سرب القطا، بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فجاوبني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير معير، وأي قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير. إذا وعدم الهوي لغيره، وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، وألا يسجد على شيء متصل به كعمامة، يتحرك بحركته، لابد أن يكون يتحرك بحركته، بحيث لو قام لقام معه. لكن لو أنه صلى قاعدة وكان هذا الشيء إذا حال قعوده لا يتحرك بحركته، لكن حال قيامه يتحرك بحركته، فعند الرمل العبرة ولو بالقوة. إذا كان هذا الشيء في حال قعوده لا يتحرك بحركته لكنه لو قام لتحرك بحركته، فعنده لا يجوز له السجود عليه. لكن عند ابن حجر العبرة بالفعل، فحيث كان في قعوده لا يتحرك بحركته فلا يؤثر، يمكنه أن يسجد عليه. وفي حكم ما وفي حكم المتصل به جزءه، فلو أنه سجد على يده لما صح سجوده أيضا. أما لو كان معه منديل مما لا ينسب إليه في حكم منفصل عنه، هذا لا مانع أن يسجد عليه، وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافله على أعالي. كذلك ارتفاع أسافله، ارتفاع أسافله أي عجيزته على أعاليه وما حول عجيزته وما حولها على أعاليه، أي منكباه ورأسه، أن ترتفع هذه على هذه. فلو أنه ارتفعت أعاليه على أسافله لما صح سجوده، ولو أنه ارتفعت أسافله أعاليه فهذا هو السجود مطلوب، ولو استوي أسافله أعاليه ففيه قولان، والصح أنه لا يصح السجود. ارتفاع عدم وارتفاع قال وارتفاع أسافله على أعاليه لكنه لو كان في سفينة مثلا، لكنه اضطر أن ترتفع أعاليه على أسافله، هنا يصح سجوده لكنه يعيد الصلاة. لكن لو كانت حملة المرأة وما تستطيع ذلك وارتفعت أعاليها على أسافلها، فهنا تصلي ولا إعادة عليها للعذر. والطمأنينة فيه كذلك من شروط السجود أن يطمئن فيه، والطمأنينة هي أن تستقر أعضاؤه سكون بين حركتين. نعم. ثم قال أعضاء السجود سبع، الجبهة، أعضاء السجود سبع الجبهة، كما ورد في الحديث الذي روي عن ابن عباس كما ذكر سابقا. الجبهة، والجبهة هي ما بين الصماخين، هذا طولا، وعرضا ما بين منابت شعر الرأس إلى الحاجبين، هذه المنطقة. أما الجبين فلا يدخل في الجبهة. الجبهة وبطون الكفين، الكف أي أماكن النقض التي تنقض بمسها، ينقض إذا مس فرجا ينقض الوضوء، فهذه أيضا بطون الكفين، وسمي الكف كفا لأنه يكف الأذى عن صاحبه. وبطون الكفين والركبتان، وهما المفصل الذي يجمع أطراف الفخذ وأعالي الساق، الركبتان والركبة طبعا يجب سترها، لا يجب لكن يجب ستر بعضها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبطون أصابع القدمين كذلك، بطون أصابع القدمين يجب أن يضعها المصلي حال سجوده ويسجد عليها، بطون أصابع الرجلين. ومن السنة أن يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته، هكذا. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.